أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي، اليوم 14/1/2019. كنت أتوقع أن تفقس اليوم البيوض عندي، لحد الآن ما فقست، هسه العصر صارت، فقررت هسه أخلي الدخان اللي هو هذا يفيد جميع أنواع، حتى الطيور الكبار. هذا يقتل الفاش، يقتل أي قمل أو أي حشرات موجودة بالغرفة أيضا، وما يضر البلابل ولا يضر الإنسان. هاي لو تشوفون هاي الدواليب اللي أنا أحفظ بها الغراض مال البلابل، هاي الدواليب اللي هنا اللي أحفظ بها الأكل و بعض الغراض مالتهم. ففتحت الدواليب حتى أقدر أخلي الدخان يدخل كل مكان بالغرفة. هاي الأقفاص هي، وراح أفتح أي مكان عندي هنا اللي هو مخزنهم عندي، افتحه هذا حتى شكو حشرات اذا صارت. الحمد لله والشكر من 2013 لحد الان ما عندي حشرات او اي شيء. مع العلم اني اهتم بنظافة الغرفة وتعقيمها. لو تشوفون الوساخات البلابل هاي، يعني هسه صار لها 24 ساعة من بدلت الأوراق. تشوفون ايش قد البلابل توسخ. فأني كل يومين أو بالثالث أبدلها حتى لا تصير ريحة. وعندي أيضا تشوفون الفلتر مال هواء كبير، شارح لكم عنه قبل. فلتر كلش كبير يسحب الهواء ويعقمه، بالإضافة إلى مرطب الجو والمنظم مع الإنارة والمحرار، ومحرار ثاني عندي هناك. فكل هاي الشغلات أنا مسوي لهم إياها. بس هسه راح أشوفكم الدخان اللي شوفتكم اسمه، وراح تشوفوه هذا برونافيت. هذا هو مهم لقتل الحشرات والقمل إذا كان موجود. راح أحاول أشعله هسه، يراد لفترة على ما ياخذ، وراح يسوي دخان هواية بالغرفة. هسه لو تشوفوا بدأت تاخذ وبدأ الدخان يشتغل بالغرفة. تشوفوها احاول هذا الدخان هسه يبدي يصعد وينتشر بكل الغرفة. البلابل تستنشقه، يفتح المجاري التنفسية لهم. وأني راح أطلع وأخلي البلابل ويا الدخان
وأتمنى لكم الموفقية. شوفوا أجواء صارت كلها دخان بالغرفة. أشكركم متابعة هذا الفيلم وأتمنى لكم الموفقية.